بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المحاضرة العاشرة من سلسلة المحاضرات الحية لمقرر استخدامات الحاسب في المحاسبة والمراجعة في المستوى الثامن محاسبة. صوت واضح؟ تمام. ثناء ممتاز. تناولت في المحاضرة الماضية الموضوعات المتعلقة بإعدادات أو استخدام برنامج الإكسل في احتساب الاستهلاك وطرق الاستهلاك ودوال الاستهلاك. فأخذنا أربعة دوال من دوال تقوم بحساب الاستهلاك، وهي دالة القسط الثابت والقسط المتناقص ومضاعف القسط الثابت ومجموع أرقام الشريط. في محاضرتنا لهذا اليوم نتناول موضوع آخر من موضوعات الإكسل، وهو استخدام هذا البرنامج في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف. درستم المحاسبة الإدارية ودرستم محاسبة التكاليف. في هناك بعض النماذج وبعض المعادلات التكاليفية والموازنات الإدارية نستخدمها ونستخدم هذا البرنامج في عملية الإعداد. فتعرفون أن المحاسبة الإدارية تهتم بتزويد الإدارة بالقرارات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية كالتسعير وكذلك الربحية والتخطيط والموازنات وغيرها. أما التكاليف فهي أيضا أحد فروع المحاسبة، ولكن تهتم بحساب تكلفة الوحدة المنتجة وتفصيلات التكاليف. نأتي إلى استخدام إكسل في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف، ورأيتم الربط والترابط ما بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف. فكثير من المعلومات في محاسبة التكاليف تهتم بها المحاسبة الإدارية وتقوم بنمذجتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات. فأول شيء من البيانات الهامة التي تقوم إكسل أو يقوم برنامج إكسل في حسابه هو الموازنات التقديرية. وكما تعلمون أن الموازنة هي خطة كمية مستقبلية أرقامها تقديرية، وتعبر عن نشاط معين للمنشأة لأعوام أو لعام قادم. وهناك مجموعة كما درستم في المحاسبة الإدارية من الموازنات التي تقومون بإعدادها. طبعا هناك الموازنة الشاملة والتي تتألف من موازنة الإنتاج والمبيعات والمشتريات وغيرها، كذلك الموازنة النقدية. الموازنة النقدية هي الموازنة يتم إعدادها ل غايات إظهار رصيد النقدية في نهاية الفترة.
الهدف من إعداد هذه الموازنة هو إظهار الرصيد النقدية في نهاية الفترة. وكما درستم، فالرصيد النقدية أو يتم احتساب موازنة الإنتاج من خلال المعادلة التالية: رصيد النقدية في بداية الفترة زائدا إجمالي المقبوضات خلال الفترة ناقص إجمالي المدفوعات يعطيني رصيد النقدية في نهاية الفترة. وهناك مثال على احتساب الموازنة النقدية كما ذكرنا في المعادلة، وسنقوم طبعا بحل هذا المثال بالتطبيق العملي بعد أن نأخذ الموازنات الأخرى. فإذا الموازنة النقدية بداية الفترة زائدا إجمالي المقبوضات ناقصا إجمالي المدفوعات تعطيني النقدية في نهاية الفترة. الموازنة الثانية التي يتم إعدادها هي موازنة الإنتاج، والهدف من إعداد موازنة الإنتاج هو بيان عدد الوحدات المطلوب إنتاجها أو تكلفة الوحدات المطلوب إنتاجها، سواء عدد أو تكلفة. ويتم احتساب عدد الوحدات المطلوب إنتاجها أو المقدر إنتاجها، يعني كم أنتج. نستطيع معرفة ذلك من خلال إعداد موازنة الإنتاج. فموازنة الإنتاج من خلال المعادلة: عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر المدة ناقص عدد وحدات بضاعة أول المدة. أما موازنة الإنتاج بالمبالغ، إذا رغبت أن أحسب التكلفة فأضرب بتكلفة الوحدة الواحدة موازنة الإنتاج بالكميات، أضربها بتكلفة الوحدة تنتج عندي موازنة الإنتاج. فكما هو أيضا في المثال، فموازنة الإنتاج من خلال كما ذكرت لكم المعادلة: عدد الوحدات المقدر بيعها زائد بضاعة آخر المدة ناقص أول المدة. زائد آخر ناقص أول، هذه المعادلة التي يتم استخدامها لاحتساب موازنة الإنتاج. وهناك مثال، وسوف نقوم أيضا بتطبيق هذا المثال بشكل عملي لاحتساب موازنة الإنتاج. أيضا من استخدامات برنامج إكسل في محاسبة التكاليف هو تحليل التعادل أو احتساب نقطة التعادل. فنقطة التعادل بالكمية هي عبارة عن معادلات يتم إدخالها في إكسل لاحتساب هذه النقطة. احنا في صفحة 88 في المذكرة. ونقطة التعادل تساوي إجمالي التكاليف على الربح الحدي. طبعا الربح الحدي يتم استخراجه من خلال المعادلة: سعر بيع الوحدة ناقصا التكلفة المتغيرة. ناقصا التكلفة المتغيرة. أما إذا أردنا أن نحسبها بالقيمة فمن خلال ضربها بسعر بيع الوحدة، استخراج نقطة تعادل بالكميات ونضربها بسعر بيع الوحدة ينتج عنا قيمة نقطة التعادل بالمبالغ. أيضا في بعض الأحيان نرغب، وكما درستم في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف،
إذا أردت أن أضع ربح معين فما هي كمية المبيعات اللازمة لتحقيق هذا الربح؟ يعني إذا أردت أن أربح مثلا 100,000 ريال، كم لازم أبيع؟ فيتم اكتساب ذلك من خلال المعادلة إجمالي التكاليف الثابتة زائدا الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة. وإذا أردت أن أقوم أيضا باحتسابها يتم من خلال المعادلة أو من خلال ضربها بسعر بيع الوحدة إذا أردت أن أحسبها بالقيمة. وهناك مثال أيضا على احتساب نقطة التعادل والربح وكمية المبيعات لهذه النقطة، وسوف أقوم أيضا بحل هذا المثال. أيضا عندي الكمية أو كمية الطلب المثلى أو الكمية المثلى للطلب. في بعض الأحيان حتى ما أقوم بطلب بضاعة وأكدسها عندي بالمخازن تتعرض للتلف، أو حتى ما يكون عندي نقص في هذه البضاعة، هناك معادلة يتم احتسابها وهي الكمية المثلى للطلب حتى ما أتعرض لنقص أو يكون عندي فائض. والكمية المثلى للطلب تستخدم أو تستخرج من خلال المعادلة التالية: 2 ضرب الحاجة السنوية للمخزون ضرب تكلفة الطلب على متوسط تكلفة التخزين. وهناك مثال لحساب الكمية المثلى للطلب، وسوف أيضا أقوم بحل هذا المثال وتطبيقه على الدوام. أيضا هناك تنبؤ في المبيعات، وهناك أوجد لي إكسل دال دوال للتنبؤ، إني أستطيع أني أتنبأ بقيمة واحدة أو أتنبأ بأكثر من قيمة، وهي دالة الفوركاست إذا أردت أن أتنبأ بقيمة، وإذا أردت أن أتنبأ بأكثر من قيمة أستخدم دالة ترند. هذا ما ورد في اللقاء 18 و19. أنتقل إلى التطبيق وبعد ذلك إلى الأسئلة على تطبيق هذه في برنامج الإكسل. الآن هذه واجهة الإكسل، البرنامج أو الأسئلة اللي موجودة معكم في المذكرة. أول شيء الموازنة النقدية، نقوم بكيفية احتساب الموازنة النقدية واضح الإكسل أمامكم. تمام، إذن سوف أقوم بعملية التطبيق مباشرة. الآن في هذا الشهر أو في هذه الميزانية أو الموازنة أعطاني بعض المعلومات، ذكر لي أن المقبوضات الأخرى تنمو بمعدل 50 ريال شهريا، والمصروفات الإدارية تنمو بمعدل 5% شهريا. فإذا هنا المقبوضات
الأخرى كما ذكر تنمو بمعدل 50 ريال شهري. إذن هذه تساوي شهر واحد زائدا 50 انتر، وأقوم بتطبيقها على الجميع. تلاحظون كل شهر زادت 50 ريال. الآن المجموعة النقدية استخدم دالة صم، نستخدم دالة صم لإيجاد مجموع النقدية أو المقبوضات، أو مجموع النقدية المقبوضة زائد أول الشهر، ومن ثم أقوم بتطبيقها على الجميع. طبعا هنا عندي النقدية أول الشهر، النقدية أول الشهر طبعا تساوي النقدية آخر الشهر. الآن حاحسب النقدية لآخر الشهر الأول، لأنها تساوي النقدية أول الشهر للشهر التالي. مجموع المدفوعات أيضا حستخدم دالة صم حتى أحسب أيضا مجموع المدفوعات، وبالتالي النقدية آخر الشهر تساوي مجموع المقبوضات النقدية ناقص مجموع المدفوعات. فإذا النقدية آخر الشهر 500 ريال، وهي سوف تساوي نقدية الشهر الثاني، بداية الشهر الثاني. الآن ذكر لي المصاريف الإدارية تنمو بمعدل 5% شهريا. إذن هذه تساوي المعادلة ألف ضرب 5% زائدا الخلية بيتن، أو أكتبها كتابة وأسكر القفص. إذن أسحبها الآن وأطبقها على الكل. تلاحظون أنه الآن زيدت 5% لكل شهر من الأشهر، كل شهر يزيد 5%. الآن مجموع المدفوعات أيضا أطبقها على بقية الأشهر، وكذلك أسحب النقدية آخر الشهر، وكذلك أسحب النقدية أول الشهر. إذن تلاحظون تم تطبيق هذه الموازنة على النقدية باستخدام برنامج إكسل. آتي أيضا إلى موازنة الإنتاج، أعطاني معلومة مطلوب عندي الوحدات المبيعات المقدرة. موازنة الإنتاج تعرفون أنه يتم احتساب موازنة الإنتاج عبارة عن المبيعات المقدرة زائد بضاعة آخر ناقص بضاعة أول، وبالتالي ذكر لي هنا نسبة مخزون آخر الشهر من المبيعات في الشهر التالي 20%. يعني آخر شهر واحد تساوي 20% من مبيعات شهر اثنين. إذن تساوي مبيعات شهر اثنين ضرب 20%، هذا آخر الشهر. نطبقها على باقي المعادلة.
مخزون أول الشهر ذكر لي أن آخر الشهر هي 20% من مبيعات الشهر التالي. احنا نعرف أنه أول الشهر هي آخر الشهر الماضي، يعني أول شهر اثنين حتكون آخر شهر واحد. طيب آخر شهر واحد كم تساوي؟ أو أول شهر واحد هي عبارة عن آخر شهر 12. آخر شهر 12 كيف نحسبها؟ 20% من مبيعات شهر واحد، إذن تساوي ضرب 20%. نطبقها على بقية الأشهر. تلاحظ عندي شهر واحد 8400، شهر اثنين هنا أيضا شهر اثنين، أول شهر ثلاث، آخر شهر ثلاث، أول شهر اثنين، وهكذا. الآن موازنة الإنتاج، نطبق المعادلة، المبيعات المقدرة زائد آخر ناقص أول، ونطبقها على البقية. الآن بالريال نضرب بتكلفة الوحدة تساوي موازنة الإنتاج ضرب تكلفة الوحدة 7 ريال. انتر. طبعا اثبت الوحدة او مباشرة اضربها بضرب 7 حتى يتم تثبيتها، وهكذا. هذه موازنة الانتاج بالريال، اي موازنة نقدية وموازنة الانتاج. بالنسبة لي نقطة التعادل أيضا يتم تطبيقها على الصورة التالية بنفس الآلية، نطبقها طبعا عندي هنا مطلوب حساب نقطة التعادل، نقطة التعادل بالكمية، عندي سعر بيع الوحدة وتكلفة الوحدة المتغيرة والتكاليف الثابتة، وكذلك الربح المستهدف، المطلوب نقطة التعادل بالكمية ونقطة التعادل بالريال وكمية المبيعات وقيمة المبيعات. تمام. الآن نقطة التعادل الكمية، تعرفون نقطة التعادل هي عبارة عن إجمالي التكاليف الثابتة على الربح الحدي للوحدة، الربح الحدي اللي هو سعر البيع ناقصا التكلفة. إذن تساوي التكاليف الثابتة تقسيم سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، وإنتر. الآن حسبنا نقطة التعادل بالكمية للمنتج رقم واحد، نطبق على جميع المنتجات. الآن بالكمية نضرب ضرب تكلفة الوحدة الواحدة، تكلفة الوحدة أعطانا إياها في السؤال، ما أدري كم هي، أعطانا إياها تكلفة الوحدة، سعر بيع الوحدة نقطة التعادل بالريال، سعر البيع أعطانا إياه 10، إذا نضرب 1500 ضرب 10 إنتر 15000، ونطبقها على باقي المنتجات. الآن أيضا كمية المبيعات اللازمة بنفس الطريقة نطبق المعادلة، ندخل المعادلة يساوي عبارة عن التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف، نسكر القوس، تقسيم الربح الحدي للوحدة وهي سعر البيع ناقص
تكلفة المتغير. انتر. لماذا؟ أنها تساوي إجمالي التكاليف الثابتة إجمالي التكاليف الثابتة للفترة زائد الربح المستهدف، نسكر القوس، تقسيم سعر بيع الوحدة أو نفتح قوس سعر بيع الوحدة العشرة ناقص التكلفة المتغيرة الأربعة. انتر. هذه كمية المبيعات نطبقها على الجميع، أيضا نضربها بسعر بيع الوحدة حتى نحسب بالقيمة، نضرب هذه ضرب سعر بيع الوحدة انتر ويتم تطبيقها على باقي الوحدات. هذا بالنسبة لكمية المبيعات. أيضا عندي الكمية المثلى للطلب، الكمية المثلى للطلب عندي هنا تكلفة التخزين 2% من سعر الوحدة، إذا سعر الوحدة نستطيع حساب تكلفة التخزين اللي هي سعر الوحدة ضرب 2% فنطبقها على باقي المعادلة. طبعا الكمية المثلى للطلب ان الجذر التربيعي 2 ضرب الحاشية السنوية ضرب تكلفة الطلب على متوسط تكلفة التخزين. إذا هنا ولكن الجذر التربيعي لازم نحتاج إلى دالة اس كيو ار تي، دالة الجذر التربيعي وهي دالة اس كيو ار تي نستخدمها في حساب. إذا هنا الجذر التربيعي قلنا نفتح قوس 2 ضرب الحاجة السنوية ضرب تكلفة الطلب، سكر القوس، تقسيم تكلفة التخزين انتر. الآن حسبنا الكمية المثلى للطلب. تلاحظون سهولة احتسابها من خلال برنامج مايكروسوفت اكسل. هذا بالنسبة إلى تطبيق العملي لما ورد في المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف. الآن ننتقل إلى الأسئلة. واضح قبل ما ننتقل إلى الأسئلة؟ واضح التطبيق، يعني هذا كيفية بيان كيفية استخدام الموازنات وكذلك كيفية استخدام البرنامج. نعم، الآن أنتقل إلى الأسئلة. الأسئلة طبعا نبدأ بهذه الأسئلة. السؤال الأول، أحد فروع الإدارة أو أحد فروع المحاسبة عفوا يهتم بتزويد الإدارة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات. ألف المحاسبة الإدارية، محاسبة التكاليف، المحاسبة الحكومية، المحاسبة الضريبية. نعم المحاسبة الإدارية صحيح، أحسنتم. أحد فروع المحاسبة الذي يهتم بقياس التكاليف وتصنيفها وتحميلها ما هو؟ محاسبة التكاليف، محاسبة إدارية، محاسبة، نعم محاسبة التكاليف، نعم صحيح تمام.
أي من المعادلات التالية تمثل الموازنة النقدية؟ ألف النقدية أو المدة زائد إجمالي المقبوضات زائد إجمالي المدفوعات، باء النقدية أو المدة ناقص إجمالي المقبوضات ناقص إجمالي المدفوعات، جيم النقدية أو المدة زائد إجمالي المقبوضات ناقصا إجمالي المدفوعات، دال النقدية أو المدة ناقص إجمالي المقبوضات زائد إجمالي المدفوعات. نعم الإجابة الصحيحة هي جيم. صحيح أحسنت. أيضا ممكن العكس، المعادلة التالية النقدية أو المدة زائد إجمالي المقبوضات ناقص إجمالي المدفوعات تمثل معادلة ألف موازنة الإنتاج، باء موازنة المقبوضات، موازنة المدفوعات، الموازنة النقدية. الإجابة دال الموازنة النقدية. أحسنت. الموازنة التي يتم إعدادها لبيان عدد الوحدات المطلوب إنتاجها هي موازنة النقدية، المبيعات، المقبوضات، موازنة الإنتاج. الإنتاج. أحسنتم. المعادلة التي يتم استخدامها لاحتساب موازنة الإنتاج عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر المدة المقدرة ناقص عدد وحدات أول المدة، باء. نعم هذه هي الإجابة الصحيحة دون إكمال الخيارات الأخرى. المعادلة عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات بضاعة آخر المدة ناقص عدد وحدات أول المدة تمثل موازنة النقدية، المبيعات، المقبوضات، الإنتاج. نعم موازنة الإنتاج. أحسنتم أحسنتم. المعادلة التالية عدد الوحدات المقدر بيعها زائد عدد وحدات، قلنا لا، عدد الوحدات المقدر إنتاجها ضرب تكلفة الوحدة تمثل موازنة المبيعات بالمبالغ، موازنة الإنتاج بالمبالغ، جي موازنة النقدية، دال موازنة تكلفة المبيعات. موازنة الإنتاج بالمبالغ. صحيح. أيضا يتم استخراج عدد الوحدات المقدر أو قيمة الوحدات المقدر إنتاجها من خلال المعادلة ألف عدد الوحدات المقدر إنتاجها زائد تكلفة الوحدة، عدد الوحدات المقدر إنتاجها ضرب تكلفة الوحدة، عدد الوحدات المقدر إنتاجها ناقص تكلفة الوحدة، عدد الوحدات المقدر إنتاجها تقسيم تكلفة الوحدة ضرب تكلفة الوحدة. نعم صحيح. نعم صحيح. يعني هذه معظم الأسئلة اللي ممكن على موازنة النقدية وموازنة الإنتاج. المعادلة التالية إجمالي التكاليف الثابتة تقسيم الربح الحدي للوحدة تمثل معادلة ألف موازنة الإنتاج، باء موازنة المقبوضات، جيم موازنة المبيعات، دال نقطة التعادل الكمية. نعم صحيح نقطة التعادل بالكمية. أحسنتم. أيضا نقطة التعادل يعني سؤال ممكن يأتي بالعكس، نقطة التعادل بالكميات يتم استخراجها من خلال المعادلة ألف إجمالي التكاليف الثابتة على الربح الحدي للوحدة، باء إجمالي التكاليف الثابتة على الربح الحدي للوحدة، أو عفوا إجمالي التكاليف وليس الثابتة، إجمالي التكاليف على الربح الحدي للوحدة، جيم إجمالي التكاليف الثابتة ضرب الربح الحدي للوحدة، دال إجمالي التكاليف ضرب الربح الحدي للوحدة. نعم الإجابة هي ألف التكاليف الثالثة تقسيم الربح الحدي للوحدة. السؤال الآخر
يتم استخراج الربح الحدي للوحدة من خلال المعادلة التالية: سعر بيع الوحدة زائد التكلفة المتغيرة للوحدة، ب سعر بيع الوحدة ضرب التكلفة المتغيرة للوحدة، ج سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، د سعر بيع الوحدة تقسيم التكلفة المتغيرة للوحدة. نعم أحسنتم جيم، جواب صحيحة هي جيم. تمام. أيضا سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة هي معادلة لحساب ألف نقطة تعادل بالكميات، ب نقطة تعادل بالمبالغ، ج الربح المستهدف، د الربح الحدي للوحدة. نعم نعم صحيح، الربح الحدي للوحدة. ما أدري في سؤال يبدو ولا في سؤال؟ لا تمام. أيضا معادلة نقطة التعادل بالقيمة أو المبالغ هي: ألف نقطة التعادل بالكمية زائد سعر بيع الوحدة، ب نقطة التعادل بالكمية ضرب سعر بيع الوحدة، ج نقطة التعادل بالكمية ناقص سعر بيع الوحدة، د نقطة تعادل الكمية تقسيم سعر بيع الوحدة. نعم الإجابة الصحيحة هي ب. صحيح أحسنت، ممتاز. يتم استخراج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف. ألف التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة، ب التكاليف الثابتة ضرب الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة، ج التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف ضرب الربح الحدي للوحدة، د التكاليف الثابتة ناقص الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة. نعم إجابة صحيحة أحسنتم، ألف التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف على الربح الحدي للوحدة. تمام. أو يمكن السؤال بصورة عكسية: المعادلة التالية: التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة تمثل معادلة ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ج نقطة تعادل بالكميات، د نقطة التعادل بالمبالغ. نعم الإجابة الصحيحة هي ألف. صحيح أحسنت. يتم استخراج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف من خلال المعادلة: التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي للوحدة. عبارة صحيحة أم عبارة خاطئة؟ نعم صحيح أحسنت. التكاليف الثابتة، لا صحيح العبارة. ليه؟ يتم استخراج كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، التكاليف الثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي. تكاليف ثابتة زائد ربح مستهدف على الربح الحدي. صح صح عبارة صح. لا زائد، زائد وليس ضرب، زائدا وليس ضرب. تأكد يا هنا. كنا التكاليف ثابتة زائد الربح المستهدف تقسيم الربح الحدي.
يتم استخراج قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف من خلال ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين ناقص سعر بيع الوحدة، كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين زائد سعر بيع الوحدة، جيم كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين تقسيم سعر بيع الوحدة، دال كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين ضرب سعر بيع الوحدة. نعم صحيح، أحسنتم. دال، إجابة صحيحة هي دال. أيضا السؤال بصورة عكسية، المعادلة التالية كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح معين ضرب سعر بيع الوحدة هي معادلة لحساب ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، جيم نقطة تعادل بالكميات، د نقطة تعادل بالمبالغ. الإجابة الصحيحة هي ب قيمة المبيعات، نعم، اللازمة لتحقيق ربح مستهدف. المعادلة التالية، الجذر التربيعي لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون هي معادلة لحساب ألف كمية المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، ب قيمة المبيعات اللازمة لتحقيق ربح مستهدف، جيم نقطة التعادل بالكميات، د الكمية المثلى للطلب. نعم أحسنتم، د الكمية المثلى للطلب. أو لقد نسأل السؤال بصورة عكسية، معادلة حساب الكمية المثلى للطلب هي، نعطيكم خيارات، ألف الجذر التربيعي اثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون ناقص تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، الجذر التربيعي اثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون زائد تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، الجذر التربيعي جيم لاثنين ضرب الحاجة السنوية من المخزون ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون، دال الجذر التربيعي لاثنين ضرب أو تقسيم عفوا الحاجة السنوية المخزون ضرب تكلفة الطلب تقسيم متوسط تكلفة المخزون. الإجابة الصحيحة هي جيم، نعم صحيح، الإجابة الصحيحة هي جيم. الدالة التي يتم استخدامها في معادلة الكمية المثلى للطلب هي ألف SQRT، ب Average، جيم صم، دال IF. نعم هي دالة الجذر التربيعي SQRT. الدالة التي تستخدم للتنبؤ بقيمة مستقبلية، قيمة مستقبلية هي دالة SQRT Average Forecast Trend. نعم دالة فوركاست للقيمة، فوركاست. الدالة التي تستخدم لمجموعة قيم هي SQRT Average Forecast Trend. مجموعة قيم هي دالة ترند، إذن فوركاست تستخدم لقيمة وترند لمجموعة قيم. صحيح، هذا بالنسبة لي يعني ما ورد في الحلقة 18 و 19. في أي سؤال على موضوعاتنا اليوم؟ في أي سؤال؟ طبعا يعني كده تقريبا انهينا ما يتعلق في الإكسل والمحاسبة، ويبقى عندنا قاعدة البيانات إن شاء الله المحاضرات القادمة. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي اللقاء بكم لهذا اليوم، إلى أن ألتقيكم في المحاضرة القادمة لكم مني أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.